مع الكتكوتة. بهذه الكلمات اختصرت الملكة رانيا العبدالله شعورها أثناء حمل حفيدتها الأولى الأميرة إيمان بنت الحسين بين يديها. ففي ظهور جديد لها مع جديها الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، استطاعت الأميرة الصغيرة أن تخطف الأنظار خلال الساعات الماضية. فقد شاركت الملكة رانيا مع متابعيها عبر إنستغرام صورة ظهرت فيها بلقطة عفوية وهي تجلس برفقة الملك عبدالله الثاني مع حفيدتهما داخل غرفتها الخاصة. وظهرت الملكة رانيا في الصورة وهي تحمل حفيدتها وأرفقتها بتعليق قالت فيه مع الكتكوتة، وأضافت بما معناه الكثير من اللطافة بين يدي. الصورة لاقت تفاعلاً كبيراً من المتابعين الذين تركوا تعليقات كثيرة تمنوا من خلالها الصحة والعمر المديد للأميرة الصغيرة. وكانت الملكة رانيا قد سبق وشاركت اللحظات السعيدة التي عاشتها العائلة بقدوم الأميرة إيمان في فيديو استعرضت من خلاله لقطات من اليوم المميز. وظهر الأمير الحسين في الفيديو وهو يستقبل التهاني عند باب المستشفى من والده الملك عبدالله الثاني ووالدته الملكة رانيا قبل أن يلتقي الثنائي الملكي بحفيدتهما للمرة الأولى. وشاركت الملكة رانيا بعدها صوراً وثقت من خلالها لقطات لها ولزوجها الملك عبدالله وهما يحملان حفيدتهما وسط مراقبة حذرة من جميع أفراد العائلة. أيضاً تضمن منشور الملكة صوراً للصغيرة بين أيدي الأميرة إيمان والأميرة سلمى والأمير هاشم، كما أظهرت صورة أخرى ولي العهد وهو يبتسم بكل حب لابنته الصغيرة وعلقت قائلة: إيمان الصغيرة مكانك كبير بقلبي، فرحتنا فيك ما إلى حدود. وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق أول ظهور للأميرة رجوة بعد ولادتها لطفلتها الأولى من زوجها ولي العهد الأردني الأمير الحسين. كما كانت قد ظهرت الأميرة رجوة برفقة زوجها الأمير الحسين وطفلتهما وهم يغادرون المستشفى، وذلك وسط صياح وزغاريد من الحاضرين في المستشفى وخارجه تعبيرا عن فرحتهم وسعادتهم. وكان قد هنأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بولادة حفيدته الأولى إيمان بنت الحسين وبارك للأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة الحسين. وقال العاهل الأردني في تغريدة عبر منصة إكس: الحمد لله الذي وهبنا حفيدتنا الأولى إيمان بنت الحسين، أبارك للحسين ورجوة العزيزين مولودتهما، نسأل الله أن ينبتها نباتا حسنا ويحفظها لوالديها، وختم: نورت عائلتنا جده.